حضرتك بتقول انك بتشكل في الوقت الحالي قائمتك الانتخابيه، هل هتكون قائمه بالكامل يمكن في بعض، ولا هتشايف انه هتسيب بعض لازم المقاعد لاراده اعضاء الجمعيه طبعا العموميه؟ طبعا لازم لازم، ما فيش حاجه اسمها انا اخش بقائمه. واحنا اكبر دليل القائمه اللي فاتت، انت عشان تكتشف ان واحد في وجهه نظره او ارائه او افكاره في الترابيزه في مجلس الاداره، انت دلوقتي انت شايف واحد حاضر يا كابتن عينيا ماشي وقاعدين، هروح كذا هعمل كذا انا معايا كذا انا افكاري كذا، وونس ان انت تخلص الانتخابات تقعد على ترابيزه الاجتماعات هتلاقي الاراء تختلف. يبقى هنا الاختلاط لازم نفضل بقدر الامكان نقرب المسافات من بعض ونبقى كلنا متفقين على هدف واحد، مش عايزين نقول ده من قايمة ده ولا ده من قايمة ده. احنا مجرد ما وصلنا للاجتماع مجلس إدارة أو كمجلس أعضاء مجلس إدارة فكر في النادي، والنادي رقم واحد اللي احنا نفكر ازاي نقوم بالنادي، وده فكري يعني، ما عنديش أي غضاضة أو أي أفكار تبعدني ان النادي ده لازم يرجع زي ما كان. النادي ده قيمة كبيرة، احنا اتمنى ان يكون كل اللي موجودين داخل نادي الزمالك او داخل مجلس ادارة يكونوا من اولاد النادي. بكلمك بصراحة، سيبك من الكلام اللي بيتقال ده كله، لازم اولاد النادي اللي هم عارفين النادي محتاج ايه. النادي مش الناس تقول فلوس فلوس فلوس، لا، النادي محتاج الدماغ. الدماغ هي اللي بتجيب الفلوس، تفكر وتعمل مشروع وتعمل افكارك ووجهة نظرك والفترة الجاية هتعمل ايه، ولو عندك منشآت هتعملها ازاي، ولو عندك حاجات في تقصير في حاجات هنا ازاي هتحلها، هو ده اللي تقعد تفكر فيه. لكن انا مش هقعد افكر احنا مجموعة ونخش مجلس ادارة ونقول ايه رأيك نعمل ده، طب عدد التصويت هنا من عدد التصويت هنا، لا ده يبقى فشل. لكن كلنا هيبقى هدفنا ازاي نرتقي بمستوى نادي الزمالك اللي موجود هنا في طوبة وجامعة الدول العربية والمحور بتاع 26 يوليو والنادي الاخر اللي هو 6 اكتوبر هتعمل فيه ايه، ومرسى مطروح هتعمل فيها ايه، والنادي النهري هتعمل فيه ايه. يعني انت عندك حاجات، عندك مشروعات تانية لازم هتشتغل عليها، ولازم النادي هنا النادي 108 الف عضو في مساحة 28 فدان ولا 26 فدان، مستحيل ان الناس هتبقى مستريحة هنا. لازم تفكر، لكن قبل ما اروح هناك لازم احل هنا المشاكل كلها، ابتدي اطور هنا، لان هناك هياخد وقت اطول، هياخد له 3 4 سنين عشان تقف على رجلك في النادي. ممكن في خلال سنتين سنه ونص تقدر تعمل الحاجات السريعه اللي هي الاوت دور، الملاعب المفتوحه، حمامات السباحه، ملاعب الكوره، اللاند بول، الحاجات دي تقدر تعملها. لو عندك مشروع يقدر يساندك ماديا انت هتبتدي تعمل مشروعات، تبدا بمشروعات، ان كنت هتعمل مول، ان كنت هتعمل مستشفى، ان كنت هتعمل جيم، يعني تعمل حاجات للشخصيات من بره على اساس هتدعمك ماديا. انت مش هتقدر تشتغل فينا بكم من الفلوس في نفس التوقيت تشتغل هناك وانت محتاج فلوس، فانت الاول خلص هنا مع المسانده الناحيه الثانيه.